الجزائر أنفقت ما قيمته 100 مليون دولار من أجل مكافحة الإرهاب في إفريقيا، فخلال الثمان سنوات الأخيرة قدمت الجزائر ما يفوق 100 مليون دولار كمساعدات لدول الساحل، وبالضبط لكل من تشاد، النيجر، مالي وموريتانيا، من أجل بناء قواعد عسكرية وتكوين القوات الخاصة، إضافة إلى منح العتاد العسكري المتطور. الجزائر قدمت ضعف ما قدمه الاتحاد الأوروبي الذي يمنح مساعدات لا تتجاوز 50 مليون دولار من أجل مكافحة الإرهاب في إفريقيا. Dans la lutte contre le terrorisme, si je commence par la sous-région sahélienne, qui est la principale concernée par ce phénomène, elle est aussi organisée depuis plus de 10 ans à travers ce qu'on appelle le CEMOC, le comité d'état-major entre nos armées, l'espace de coopération entre les services de sécurité sous-régional et surtout aussi un énorme effort que l'Algérie fait sur le plan bilatéral avec le Tchad, avec le Niger, avec le Mali, avec la Mauritanie. Je vais vous donner un scoop peut-être parce que votre pays, le nôtre, a cette pudeur traditionnelle, mais parfois cette pudeur fait que certains ne nous comprennent pas. Sur 7 à 8 ans, nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars d'aide à ces 5 pays que je viens de citer pour former presque une dizaine de compagnies de forces spéciales, leur donner d'énormes équipements. ممثل رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية الأوروبية أحمد أويحيا، وخلال أشغال القمة كان له لقاء قصير مع العاهل المغربي، وعن اللقاء يقول الوزير الأول: السلام الشعب الجزائري الأشقاء في المملكة. جزاك الله بخير. كيف كان اللقاء مع الجلالة؟ قدمت له تحياتي وقدمت له سلام فخامة الرئيس، وهذا شيء طبيعي ما بين الجيران. مكافحة الإرهاب، التطرف والإتجار بالبشر ملفات تطرق إليها الوزير الأول في القمة الإفريقية الأوروبية، وعرض تجربة الجزائر في مكافحة هذه الآفات، أين أدان ممثل رئيس الجمهورية الإتجار بالبشر والإرهاب، وخاصة تلك الجرائم التي تحدث في ليبيا.